السلام عليكم والصحة شريبتكم لولاد الكل. اليوم الفيديو 17 على التوالي. لولاد راهي ما هي سهلة الحكاية كما يتوقعها برشا عباد. هاو يحكي مش فايدة، هاو يحكي الفايدة فاش تحكي. الفيديو متاع الليلة باش يكون قصير شوية على خاطر غدوة نحضر في فيديو ماس، فيديو يليق بالمتابعين متاع البياري، والحاجة اللي فرحان بها البياري اللي المتابعين متاعه يفهموا برشا كورة. المتابعين اللي يتبعوا في القناة هذية خير من برشا محلين في التلاب. بين قوسين ثم موضوع صغير نحب نحكي عليه. ثم فئات في اي جمعيه راه في سواء في الكلوب افريكان، ترجي، لتوال، السي اس اس، في اي جمعيه تلقاهم عكس التيار يا معلم، ما تفهموش كيفاش يخمم. ثم شكون يقول لي مثال اخي انت تحب الرسمي الكلوب؟ اي خويا انا نحب الكلوب. عليه يقول لي شبيك تشكر في الترجي، شبيك تحكي هكا على الترجي؟ نورمالمون كان جيت تحب الكلوب الرسمي برا سب الترجي هكا، معناه نحب الكلوب نمشي نسب الترجي. والعكس كيف كيف صحيح. ثم دي يوتيوبر يحبوا الترجي الرياضي التونسي يحكي حاجه باهي على الكلوب، ينقزوا عليه كيفاش تحكي على الكلوب الباهي. البياري شخصيا راني مانيش نحكي على الترجي بالباهي، نوصف الحقائق كما هي. الترجي الرياضي الوضعيه باهي نتاعها باهي، اوتوماتيكمون باش نحكي عليها بالباهي. الترجي الرياضي التونسي الوضعيه نتاعها ما تعجبش، اوتوماتيكمون باش نحكي عليها على اساس الوضعيه نتاعها ما تعجبش لا اكثر لا اقل. مثلا الترجي الرياضي التونسي لي ريكروتمون اللي ولات تعمل فيها من الاعوام الاخرى تبدلت كومبليتمون على لي ريكروتمون اللي كانت تعمل فيها اول ما جاء حمدي المدرب للترجي الرياضي التونسي. الترجي كانت لي ريكروتمون اللي تعملهم تجيب ملاعبيه طياره، ملاعبيه عنده في ساقيهم ونكره ما يعرفهم حتى حد، تجيبهم من لافريك، تجيبهم من عرش منين، يعدي معاها موسم اثنين وبعد يترشق وتبيعوا بالمليارات. توا لي ريكروتمون تاع الترجي تبدلوا كومبليتمون، ولا بروف ولينا نشوفوا في الترجي ما عادش تبيع في جواري. السياسه نتاع الترجي مع احتراماتي ليها المواسم الاخرى ولات كما السياسه نتاع الخليج قبل، مش حتى توا. الخليج قبل كانوا يجيبوا ملاعبيه كبار في العمر من اوروبا تدفع لهم برشا فلوس وما يقدموا لها حتى شيء. الترجي الرياضي التونسي ملي كانت تجيب في ملاعبيه ما همش معروفين يلعبوا معها عام زوز ويخرجوا تربح فيها برشا مليارات، وليت تجيب في ملاعبيه يا كانوا في الترجي الرياضي التونسي وما نجحوش في الجمعيه نتاعهم تعاود تستقطبهم من رياضه الترجي وتدفع لهم برشا فلوس وما عندهمش الاداء المطلوب في الترجي، والا تجيب ملاعبي ماهوش ناجح في اوروبا ماهوش ناجح في الخليج تجيبه تصرف عليه برشا فلوس ما يقدمش 50-40% لبروف خالد عبد الباسط، تصرف عليه في برشا فلوس وما هو قاعد يقدم حتى شيء للترجي. أنيس البدري خير شوية وماك يرجع قاعد يقدم في البلوس للترجي. لهنا السياسة بتاع الترجي نقطة استفهام. مثلا خالد عبد الباسط البياري شخصيا قلت تستناو الملاعبي تنشوفو ايش باش يعملوا. برشا عباد كيف يقول لك نصبوا على الملاعبي؟ راهو الترجي الرياضي التونسي ماهيش من الجمعيات اللي تنجم تصبر على الملاعبي. الترجي الرياضي التونسي عندها نسق ماراثوني في الشامبيونز ليغ، البطولة، كأس العربية، و و و ما تنجمش تصبر على ملاعبي موسم كامل. الترجي الرياضي التونسي السياسة نتاعها ندفع فلوس نخلص الملاعبي بالكدا، ولكن يلزم الإضافة تكون في الحين. نجيو توا للكلوب أفريكا ونبداو بنادر الغندري واللي قال لو كان يترفع الحظر نتاع منع الانتداب على الكلوب أفريكا مستعد الموسم القادم باش نكون في الكلوب أفريكا. نادر الغندري كنا نعرفوه وقت اللي كان في الكلوب قدم الإضافة وقدم البلوس للكلوب. توا الله أعلم كيما ينجم ينجح مع الكلوب أفريكا كيما ينجم ما ينجحش. نجيو توا الجابرييل كاي كذا الملاعب الكاميروني واللي ينشط في الدوري الليبي سلفته الكلوب افريكان ابري. الملاعب هذا قاعد يقدم في موسم خرافي مع الجمعيه نتاعو، وانا متاكد 100% وقت اللي باش يرجع للكلوب افريكان وباذن الله باش يرجع للكلوب افريكان باش يقدم البلوس للكلوب. وكيما قلت الكلوب افريكان مش فايده في الكثره وقله البرك، بالافكتيف اللي عندنا عندنا افكتيف تحسن برشا في وليدات صغار باش يقدموا المواسم القادمه للكلوب افريكا. هذا كلنا متفاهمين فيه. نزيدوهم الملاعبيه هذوما الجزائريه والكامروني اللي خرجوا بريم للكلوب افريكا يرجعوا مع مراد الهدلي مع الغندري فيه البركه، ما نزيدوش ونكثروا على رواحنا وتدخل بعضها.